بالنسبه للقرار ديال الاعتزال هو انا ما اعتزلت ما حتى شي حاجه، راه كتعرفي ان المواقع كل واحد وشنو تيكتب، والحمد لله انا باقي في الدومين والله يكمل في خير. بالنسبه للخدمه ديال عبد الله الدودي، وانا كنحاول نحافظ على الجمهور ديالي، كنحاول نكون قريب للناس، سواء الناس اللي ما عندهمش واللي عندهم، سواء كتلقايني خدام عند الناس لاباس عليهم وكتلقايني خدام عند الناس فقراء، كنحاول نختار كلام اللي كيعجب كاع الناس، كنحاول تلقايني قريب من الصغير والكبير. هذا هو السر ديال عبد الله الدودي. ماشي ما هي عمر ما تهبطوا، مادام كاينين واحد سته الناس ولا خمسه الناس يخدموا عليها، عمر ما تهبط. الناس اللي كيجيو من اللور ديما تيبقى كان مزيان، راه غادي يطول، ما كانش مزيان ما بالنسبه للشعبي. الشعبي ما فيش هذا تكرفس على الاغنيه ولا ما تكرفس، الشعبي عنده جمهور ديالو، عنده اديتي مزيان راه كيحبوك الناس، ما اديتيش مزيان راه كيحطوك الناس. وكلهم اصدقاء ديالي وكلهم انا راه الاشاره لاي واحد كيما كان وجه لي الدعوه، انا كاين، انا موجود. قرب ليا بزاف قال الفنانه ديال الشعبي، قرب ليا بزاف، وباش ما نقلقوا حتى واحد، كلهم انا اي واحد وجه لي الدعوه انا موجود، اي ستيل بغاو تنغنيه ماشي مشكل، نغني معاه ماشي علاش ما نغنيش معاه. ايمن سرحاني بعدا صديق ديالي، ايمن سرحاني وضريف، وراه كتعرفي الموجه اللي كتجي، يعني يا اما كتخليك في صباغتك، يا اما كتبدلك من صباغه. يا ايمن سرحاني كيما عرفتو انا، كيما باقي، كيما تعرفوا الجمهور، خفيف ظريف. كنسمع لان وليداتي راه كتعرفي، انا دابا الدراري الصغار مبليين بهادشي، كنسمع مع الدراري الصغار، كنتلاقى مع الدراري حيت كيدوزو بروميير بارتي في لي سواري اللي كنكونو حنايا، يعني عندهم جمهور ديالهم وعندهم كيتسمعوا. كانت انا كنسمع اي حاجه كتخرج تسمعها. انا رجاء فريق كبير، وفريق كبير بالالقاب ديالو، فريق كبير بالتاريخ ديالو، الحمد لله، كنقول الله يدير لنا شي مخرج ان شاء الله، وتكون الفرقه ترجع للامجاد ديالها وترجع لداكشي اللي كانت فيه قديم. من شحال هادي ماشي استقريت في امريكا، انا كنعيش في المغرب، شويه هنا وشويه هنا، الدار عندي تما، وهنا راه كنواكب المسار الفني ديالي هنا في المغرب. باش يعيشوا ما يعيشوش، حيت هما تزادوا تما ما يعيشوش تما، لا ماشي كيعيشوا نفس العيشه اللي كنعيشوا في المغرب، تيعيشوا تما، غير مشكل مول الفقراء تما، ولفوا بزاف الحوايج. عندي خمسة، ريان، فاروق، شادة، جاد، وجنة صغيرة. أنا فاش كتاخدي سيدي كتلقاي فيه تصويرتي بوحدي، ما كتلقايش فيه التصويرة ديالي أنا والزوجة ديالي، الزوجة ديالي بعيدة على الدومين، عندها المهمة ديالها، عندها بيت ديالها، ما عندها حتى علاقة في الأضواء، ما عندها ما دير بالأضواء وبعيدة على الأضواء. المهم أنا في الأضواء نتحمل مسؤولية أي حاجة كتوقع في الأضواء، شي حاجه مرتي كتبقى المراه ديال الدار ما تتفهم حتى حاجه في هذا الشيء، عندها ستيل ديالها خاص بها، والله يخليها ليا، لان هي اللي كتحمل هذا العناء كامل اللي احنا فيه، مقابله بزاف الحوايج، كنقول لها الله يكمل عليك بالخير. ما عندها ما تغير عليا، قال لي عنده ثقه فيك ما يغيرش عليك، الا انت محترم راسك وكتادي واحد الواجب ديالك وكتحترم الشخص اللي واقف كتافك ومقابل معك الدار ومقابل معك بزاف الحوايج، ما يمكنش تغدريه. لا ما عندي، انا ما داكشي ما كنامنش به اصلا، لان الشارع علاش عزيز على الناس؟ لان النظره ديالي للفن، النظره ديالك كتادي واحد الرساله كتغني وكتمشي بحالك، العين طايحه ما كنناش معها ما كنديروهاش. واش غايقولوا مع الله؟ ماشي انا اش غنقول لي، انا ما عندي ما نقول لي، انا اش غادي حسابه مع الله؟ انا ما عندي ما غنوجه لي، غنوجه لي انا كون اللي باغي تخون هذيك السيده ما تاخذهاش المره الاولى، ما تظلمهاش معاك حتى هي. المهم اش غايقول هو ولا الله؟ ونقول لها الله يخليك ليا، هادشي اللي غنقول لها، الله يخليك ليا، لان كون تزوجتي بواحد فنان غتشوفي المشاكل اللي كتعيشها المره ديال الفنان، لان دائم الغياب، دائما كل مره في بلاد، دائما فهمتي قليل الحضور في الدار، هي كتولي فيها راجل ومراه في نفس الوقت، كتخدم الدور ديالها كامراه وكتخدم الدور ديالها كراجل في الدار، هي تاهي كتحضي، كتقاد، كتوجه الوليدات، كدير فهمتيني، يعني حنا عندنا وقت معين في الدار كنكونوا فيه، هما ديما لا اعياد كنعيدوا مع الناس باش نوضحها للشارع،
ما عندنا اعياد كنعيدو معنا. حنا كتجي العيد كيقول لك خصك تمشي للجاليه المغربيه في فرنسا ديرين سهره تحضر معهم سهره العيد، انت ما كتعيدش مع ولادك وكتمشي تعيد لها. ما كتدخلش معايا في هادشي، هي انا عندي واحد المكتبه بحال هكا مسدود عندي ما كتدخل في حتى حاجه، هي كتدخل في حتى شي حاجه. علاش؟ باش ما تسماش اختيار ديالها هي حتى هي. راه اختارت معايا واحد الاغنيه المراه ديالي عزيز على كاظم صاهر، كتسمى تصنت لكاظم صاهر، عندها واحد الميول ديالها في شكل كان محتار من هذاك الشيء ديالها. ما كتعجب حتى حاجه ديالي انايا، كتعجب حتى جيب الله وتطلق ما تعجب حتى شي حاجه ديالي. كتقول لك هذاك اختيارات ديالك تحمل مسؤوليتهم. انا مسامحهم قدام الله، انا مسامح اي واحد دار معي شي حاجه مسامح من جهتي، انا مسامح اي واحد سواء ارتكب معي غلط ولا ارتكب معي شي حاجه ماشي هذه، كنقول انا مسامحك والقافله غدا. والجديد ديالي واش اللي خرج ولا يلا اللي غيخرج؟ انا عندي واحد الاغنيه دابا يلا خديتها يلا كنصوف فيها، باقي حتى الفكره ديال الكلام ديالها خذي قلبي ديري لي سكانير عارفيني راه كنموت عليك وتنغير، هذا هو الكلام ديالها الاول. باقي كنت ديك السكانير وديه مثلا هادشي اللي كاين. ندافع على الرجال، علاش ما ندافعش على الرجال؟ ندافع على الرجال وندافع حتى على النساء. كل واحد عنده منصب ديالو، كل واحد عنده واحد المهم خدام. انا ما نعير حتى حد وما انتقد حتى شي حد، كل واحد بلاكته على ظهره وكل واحد كيأدي مهمته كما كان. انا ما ندافع على انا ندافع على الناس ولكن باش نوجه، ما عنديش السلطه انا نقول شي واحد انت درتي ولا نعاتب شي واحد ولا نعاتب المراه ولا نعاتب شي حاجه، ما عنديش داك الشيء. كنأدي شي اغنيه نحاول نفرحوا بها نضحكوا بها، ماشي باش نوجهني. ما عندي اش من سلطه، عندي اش من منصب عندي كيحتم عليا انني نحاسب شي واحد، ما نقدرش نحاسب حتى شي حد. كاينه وحده لالا كنا تفاهمنا مع واحد الناس في واحد العرس غنخدموا ليهم، صافي تفاهمنا بخير صيفطنا الناس ديليكيباج ديال السونوريزاسيون وداك الشيء مونطي وداك الشيء. تسعود الليل تيعيط ليهم ولا عرس كيقول لي هادشي يا صاحبي حنا عطيناك داك الشيء وراك ما جاوش الفرقه راه ما كاين حتى حد. قلت واش انا كنقول لك السيد انا عند السيد راه عندك تما راه كيمونطي؟ قال لك لا ماشي هو هذاك، حنا لادريس اللي عطانا فيها جوج حفالي في هذيك البلاصه، مشاو هما انستالو الماتيريال في واحد الحفله اخرى. ملي مشينا بغينا نريكيبيرو الماتيريال ديالنا من ديك الحفله رجعوا لهذيك الحفله الاخر، ولا كيقول لك على مال هذاك باش احسن مني انا نعطيك فلوس اللي عطاك وخدم لينا حنايا. انا ما بقاتش في المساله ديال خدمنا، حنا راه مفاهمين مع الناس وعاطينهم يعني عاطينهم العقد ديال اللي بيننا وبينهم، واش غتقول لي باش نبقى نشرحوا لهذاك السيد؟ قال لك والو هذاك ما كيحملنيش ولد الدرب، صدقنا بشي حوايج كما عندنا تعلق معه. هو هذه الطريفه اللي هذه شويه ما راه كاين بزاف. انا جاتني عاديه، واش غادي ندير؟ انا كاين هذاك البرنامج عنده طاقم ديالو كيشرف عليه، عنده ناس عنده ناس كاينين كيقابلوا بزاف ديال الحوايج، ما يمكنش انا انفيتي ما يمكنش غندخل في شي حوايج اللي ماشي ديالي، وانا ما بانت لي حتى شي حاجه اللي عاديه. انا عرضوا عليا انا بحال مني من الناس، باش غادي ندخل في ندخل فيك نقول لك لا حقاش تلبسي لا ماش تلبسي، داكشي ماشي اختصاصي. انا اديت واحد الوقيته ديالي وصافي الله يعاون، ما عندي نقدر ندخل في حد، قلت لك قبيله ما نقدر ندخل في حتى شي واحد. اي حاجه كتنتقد كدير زوين راه ينتقدوك، كدير خايب راه ينتقدوك، شوف الناس كيفاش كيشوفوها. هذاك الشيء منو هذاك الشيء منو القناه منو البرنامج الطاقم كامل ديال البرنامج، هذاك الشيء المشكل هو باش انا ما غاديش نقدر نقول لك انا هذه الحلقه لا راه لا مياء جات لابسه هذه ولا، انا ماشي شغلي في هذاك الشيء. كل واحد كما قلت لك وجهه اللي كيسوق الوجه ديالو للناس، انا ما انا بالي عادي ما، ولكن الناس اللي شافوا ما عرفتش كيفاش كي ما عرفتش والله ما نكذب عليك. واش غادي نقول لك انا حاتم ادار حاتم ادار صاحبي اول حاجه، صاحبي وفنان فنان كبير. بلا هذاك الشيء بلا هذا الشيء اللي دار باش يقلب على كما كنقولوا يقلب على نسبه المشاهده عاليه، هو كبر من هادشي. حاتم ادار فاش تسمعيه كيغني الطرب يعني راه فنان، ماشي يعني خصنا نفتخروا به، راه فنان كبير. هو شوف هو كيفاش شاف النظره ديالو الكليب اللي غيس كما قلت لك كيفاش كتسوق المنتوج ديالك للناس، واش الناس هو كتبان لي فكرته عاديه الناس ما قبلوهاش. انا ما عندي ما نقدرش نحاسب كما قلت لك ما نقدر نحاسب حتى واحد. هو كتبان لي فكره عاديه، انا كيبان لي انه هو فنان كبار من داكشي اللي دار، كبر من يقدر يعطينا شي حاجه كثار من داكشي وكبر من داكشي، ما نقدر نحاسب حتى شي واحد. وهذاك الشيء كل واحد هو تحمل مسؤوليه داكشي اللي دار. دابا بالنسبه لهاد الشابات هادو بالنسبه لهم دابا ولات
شكون اللي كيجبر اللي كيخلق صداع هو لونتوراج اللي داير بك. الناس اللي كتكون كما كنسمو دابا ولاو جيوش دابا، لا الجيوش هادو يمشيو معنا نخوضوا حروب. ملي كيوليو كتولي جمهور كيولي فيه جيش، جيش ديال فلان، جيش ديال فلان، جيش ديال فلان، هادي ما عندها ما كانت عمرها ما كانت وما عمرها ما غتكون. باش نقلدوا شي حاجه جايه داخل عندنا من الغرب ولا من الخليج ولا من داكشي، حنا نعطيو فن مزيان. دابا انا كنغنيو كاملين وراه جمهوري تيحكم، علاش غتعيريني ولا غنعيرك لا البارح قلتي لا البارح قلتي هادشي. لا انا كنوصي هاد الدريات هادو ولا هاد الشابات هادو اللي طالعين دابا كلها تأدي المهمه ديالها، ورا الجمهور هو اللي تيحكم. حبك الجمهور طلعك راه مزيان، باش غنتعايروا باش نطلعوا البيز، ما انا ما كيعجبنيش داكشي. ماشي كيوكل الخبز، راه كيوكل الخبز كيوكل بزاف. يكذب عليك كذاب، يقولك شي واحد الفن ما فيه، الفن الشعبي ما فيهش فلوس، يكذب عليك كذاب. ملي كتلقاي فنان كيضرب كمان جاكيتو شي عرس كيخدم عرس ب 10 مليون 12 مليون، راه ماشي ساهل يعني. واخا فهمتيني كتسمع معك شي واحد كيقولك لا وانا قريت وانا دي ديبلوم وقيامك حلاوه وما كنتوشيش حتى الربع ديال، ولكن هي بغات هكا، هي باغا هكا. كاين اللي كيبغي يفرح مع الوليدات ديالو، كاين اللي كيخسر في العرس 50 مليون، وكاين اللي كيخسر 3000 درهم. راه بحال بحال، راه نشاط واحد كاين، راه ماشي كاين شطيح واحد، راه في الشعب راه كاين شطيح. راه الناس اللي دايرين العرس ب 3000 درهم راه بحال الناس اللي دايرين العرس ب 20 مليون، بحال بحال. الناظور بين الناظور الحسيمه وداكشي، تطوان بين تطوان، هذوك الفوقانيين كيكون عندهم ديما كاشين فيهم مزيان. معكم فنان شعبي عبد الله الداودي، تابعوا جديدي على موقع لالا بلوس.